مصرية. أهلا بحضراتكم. قول يا طير، قول يا طير اسم المعرض أو الاحتفالية اللي أقيمت اليوم، كانت في الساعة 5 مساء اليوم، والمعرض هيستمر ليوم الثلاثاء 12 مارس في قصر الأمير طاز. هذه الاحتفالية بتنظمها مؤسسة الرواة للدراسات والأبحاث. المعرض عبارة عن شهادات بالصوت والصورة عن حياة المهجرين الفلسطينيين في عام 48. بيستمر المعرض زي ما قلت لحضراتكم لغاية يوم 12 مارس. عن فعاليات المعرض وأهم ما جرى فيه اليوم، بيسعدنا أن يكون معنا الدكتورة فيحاء عبد الهادي. فيحاء عبد الهادي هي المؤسسة والمديرة لمركز الرواة للدراسات والأبحاث، وهي من مدينة نابلس وحاصلة على درجة الدكتوراه من القاهرة عام 91، وليها مؤلفات كثيرة يعني هنعرف منها الكثير حول هذا المؤتمر أو هذا الاحتفال. وإلى جوارها القيم عبد الحميد رمضان، القيم على المعرض، مهندس عبد الحميد رمضان، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. وطبعا هم يعني من اهلنا في فلسطين. الحقيقه هبدا مع الدكتوره فيحاء تسمح لي، وعايز فكره عامه عن هذا المركز، مركز الرواه للدراسات، تابع لمن؟ متى اسس؟ ايه اوجه النشاط الاساسيه فيه؟ مركز الرواه للدراسات والابحاث تم تاسيسه بعام 2011 في عمان، والحقيقة هو معني بالذاكرة الفلسطينية. يعني تأسيسه كان على أساس أن نقوم بأبحاث كلها لها علاقة بالذاكرة، باعتبار يعني عندنا إحساس بأنه في ضرورة لأبحاث تتعلق بالذاكرة، وإحنا حابين أنه نركز عليها بعملنا البحثي. أنا الحقيقة كان عندي يعني تجربة بحثية قبل مؤسسة الرواة طويلة، بس أنا حبيت إنه ضمن يعني كان عندي يعني أبحاث لها علاقة بالمرأة، بالأدب، بالنقد الأدبي. المرأة البطلة في المرأة البطل في الرواية الفلسطينية المعاصرة. أيوة. بغسان كنفاني، الرواية والقصة القصيرة. أيقونة من أيقونات النضال غسان كنفاني. صحيح. هو صاحب العبارة الشهيرة عن معنى الوطن، الوطن يا صفية ألا يحدث لنا كل ذلك. صحيح. صحيح. ألا يكون قد حدث لنا ذلك. كل هذا. صحيح. فالحقيقة يعني اللي خلانا أفكر أنا شخصيا بأنه أنت يعني موضوع حقل التاريخ الشفوي، يعني لما دخلت فيه يعني ومن خلال بحث كنت بقوم فيه عن أدوار المرأة الفلسطينية منذ الثلاثينيات، حسيت بأنه هذا الحقل فيه كل التخصصات اللي أنا بحبها، الشعر، الأدب، النقد، حياة الناس، نبض الناس، آمال الناس، آلامهم، يعني حياة كاملة. وحسيت انه كل يعني حتى تخصصي انا الادبي، انا دكتوراه في النقد الادبي، وحسيت انه حتى يحتوي برضو جانب النقد، ولكن نقد الناس يعني بمختلف فئاتهم. فانا حسيت انه هذا الحقل لما دخلت فيه ما قدرش اطلع منه، يعني وسحرني ودخلت هذا فيه. مركز الرواه للابحاث والدراسات تأسس سنة 2011. أهم إنجازاته أو دراساته أو أبحاثه التي قدمها. صحيح. يعني بدأنا في عملنا حقيقة في كمركز في 2012 بمشروع رئيسي، وإحنا يعني ماخدين تركيز الرئيسي عليه. إحنا عندنا في المركز، في مركز الرواة، 4 مشاريع يعني بدأنا فيها، ولكن التركيز الأكبر على المشروع الأكبر اللي هو مشروع توثيق روايات تهجير 48. ليش احنا ركزنا عليه؟ لانه احنا خلينا نقول عندنا كمان مشروع نساء رائدات، عندنا مشروع فضة زمان، عندنا مشروع جرح العدوان على غزة 2014. عندنا 4 مشاريع، ولكن حسينا بانه هذا المشروع هو مشروع طوارئ. احنا عملنا بنفقد جيل كامل من الناس اللي عاصرت احداث النكبة 48. هذا الجيل اللي حسينا انه جزء من تاريخنا الفلسطيني بنفقده لما بيرحلوا، ولذلك قديش مهم انه ان يعني نلحق الناس، يعني نحن في سباق مع الزمن.
بدنا ان نلحق اينما وجد المتقدمين أينما في العمر حتى متقدمين. نرصد ونحصد حكاياته مع الوطن بالزبط. وربما طيب جميل. انا هرجع لحضرتك ولكن المهندس عبد الحميد رمضان، حضرتك القيم على هذا المعرض وهو التعبير المستخدم اكثر تداولا في فلسطين عن المشرف او يعادل القوموسير في مصر عن الفن التشكيلي، ولكن هنا تحدثني عن هذا المعرض وكيف نظمته. هي زي ما حكت الدكتورة، بلشت الشغلة بأبحاث ولقاءات للرواية الشفوية الفلسطينية، فوجدنا إنه هاي القصص وهاي الرواية اللي عم بتصير والأبحاث إنه ممكن نعرضها إحنا في معرض. هذا المعرض حاولنا نروي القصة بطريقة واقعية كيف حصلت، فإحنا حطينا المقتنيات الأثرية، أرفقناها بصور للرواة سواء اللي توفى أو اللي لسه عايش، وحاولنا إنه نعرض هاي المقتنيات ونعرض هذه القصة بإطار سلس إنه يوصل للناس وتضل الذاكرة حية. بتعرضوه في أي شكل؟ يعني في شكل يعني موثق تلفزيونيا؟ والله إحنا بنستخدم عدة ميديا، يعني بنستخدم الصورة، نستخدم الفيديو، بنستخدم الأدوات نفسها، بنهيئ المكان بأجواء معينة يعني، وبنستخدم أدوات بسيطة يعني. بس بالنسبة للحكي أكيد في فيديو لأنه في شخص هيروي. أكيد طبعاً. إحنا في عدة أنواع من الفيديو، مثلاً في عنا أفلام قصيرة اللي هي الروايات الحقيقية اللي تم تسجيلها، وفي عنا مثلاً ممكن نستخدم العرض السلايدات للرواة مع إنفورميشن إنفوغرافيكس. مع معلومات توضيحية، وصور شرائحية. بجانب طب هنا انتوا قدمتوا ده كله في قصر الأمير طاز اليوم. صحيح. مساء صحيح. اليوم صحيح. جميل جميل. كان في جمهور كان كبير. في جمهور كبير وإقبال كبير. جمهور جميل. صراحة تفاجأت بالعدد اللي اجوا على الحدث على المعرض يعني. ويمكن كان من أكثر الحضور في باقي المعارض، يعني هذا المعرض السادس الافتتاحي، يعني اليوم الافتتاح للافتتاح المعرض، هذا المعرض السادس بصير للمركز لمركز الرواد. لا لا لا، معرض قول يا طير. المعرض قول يا طير. يعني معرض قول يا طير في البداية. سافر دول أخرى. بالضبط. يعني بدأ معرض قول يا طير في عمان في دارة الفنون. اللي هو مكان للمعارض التشكيلية يعني. احنا كنا سعداء بأنه أول من استضافنا دارة الفنون. وبعد هيك رحنا لمتحف محمود درويش في رام الله. سنة كام؟ 2017. ثم متحف محمود بعد كده درويش. محمود درويش برضه نفس السنة بشهر أغسطس 2017. وبعد كده رحنا للقدس 2018 لمركز يابوس الثقافي في القدس. وبعد كده رحنا البحرين لمركز الشيخ إبراهيم الخليفة الثقافي. رائع. وبعد هيك الخامس كان في جامعة النجاح الوطنية بنابلس. رائع. فده السادس بقى. والسادس كان في قصر الأمير طاز في القاهرة. إيه أهم الصور اللي عرضت؟ في صور كتير عرضت للمهجرين. يمكن اكثر احنا معانا صوره مثلا، تقدر تكلمني عن الصوره دي؟ بس هي الصوره دي انا بدي لا الموضوع السؤال للدكتوره فرحه لانه في ارتباط وفي قصه كبيره للدكتوره فرحه. الحقيقه هنا في شيء كتير رائع في في واحده من النساء الراويات اللي احنا سجلنا روايتها. اسمها الله يرحمها، توفت من شهرين فقط. اسمها فردوس التاجي الخيري. التاجي الخيري هي أعطتنا ألبومها، ألبوم صور. إحنا الحقيقة لقينا صور نادرة تاريخية. الصورة مش موجودة ضمن ألبوم صور حدا. لقيناها يعني نعم. يعني هاي الصورة لمظاهرات ضد حلف بغداد سنة 55. بالقدس. لا هو المهم إنها بالقدس. لأنه بالقدس. إحنا لم توجد صور لمظاهرات توثق الحدث ده. طبعا. فده يعني الشيء الجميل إنه الرواة مش بس هم بيحكوا عن حياتهم. هم صحيح. بيحكوا عن حياة برضو أصدقائهم وأحداث عامة. لقينا عندها مجموعة يعني ألبومها اللي كانت تحتفظ فيه كأشي عزيز على في نفسها. في صور تانية. هي مهمة جدا. نريمان. هي الحقيقة المناضلة نريمان خورشيد اللي هي أسست مع شقيقتها مهيبة خورشيد. أسسوا أول منظمة نسوية بيقودها نساء، بقصد هي كان فيها رجال ولكن بتقودها نساء. تمام. سنة 47 في يافا.
47 47 قبل النكبه قبل كانوا بيقوموا بعمليات عسكريه ضد العصابات الصهيونيه كرد على الاعتداءات الصهيونيه. والحقيقه هون في يعني قصه جميله هون عندنا انه هي وشقيقتها مهيبه خورشيد. الصوره اللي بجوارها دي صوره شقيقتها؟ لا هي نريمان نفسها برضه. هي نفسها لانه احنا لما رحنا الصراحه ابنها بنشكره جدا حسان هي كانت متزوجه رجل مصري وابنها موجود موجود هون. وبرضه مهيبه اختها كانت متزوجه برضه مصري وكانوا ساكنين في مصر. صحيح. وتوفت للاسف من سنتين ثلاثه من 2014. ايضا من الايقونات النضاليه النسائيه الرائعه نريمان. يعني شوف الجمال جميله فعلا جميله موقفا وشكلا. عرضنا كمان لباسها كمان في المعرض والنضور اللي كانت تستخدمه ملابس اللي ترتديها. ده شيء رائع. دي صورة زفاف. دي صورة زفاف صورة جميلة. احنا قابلنا ابنة أفطيم قهوجي يعني اللي قابلناها هي بنتهم. بنتهم اعطتنا صورتها. هي احنا قابلنا عفيفة قهوجي هي مهجرة من يافا مقيمة في تشيلي. فاحنا لما قابلناها اعطتنا صورة زفافها هي وزوجها عفيفة واعطتنا صورة زفاف امه وابوها في يافا سنة 32. فده يعني هي عارف هي الفكره فيها انك بتاخد بتجمعوا اجزاء الوطن في في فتره زمنيه محدده حتى لا 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 تندثر. ابقاء الذاكره حيه ونفتح خزائن الذاكره. ده هدف المؤسسه من خلال بالظبط. انه احنا بنجمع وبنوثق بنعمل ارشيف فلسطيني لانه ارشيفنا الفلسطيني ضاع وسرق وانتهب ودمر. احنا عمالنا بنصنع ارشيفات ولكن احنا لما بنعمل معرض او بننشر كتاب لانه نشرنا كتاب برضه باسم ذاكره حيه وكتاب ثاني باسم مراه الذاكره. لما ننشر كتاب او نعمل معرض او نعمل عرض حكي مثلا او مسرح فاحنا هون بنفتح خزائن الذاكره للناس عشان يشاركونا. طب ليه جمهوركم عربي فقط؟ لماذا لا تتوجهوا للغرب ايضا؟ لا طبعا متوجهين ما تخافش علينا. احنا بلشنا بلشنا حضرتك يعني ونتامل انه المعرض ده يجوا بالعالم كله. لا يعني بس حتى احنا بالزبط. لما نحط الكابشن على الصور نحطها بالعربي والانجليزي برضه التعليق طبعا لو اجى اي حدا بيقدر يفهم القصه كمان يعني. فاحنا موفرين حتى البروشورات والمطبوعات كمان موفره بالعربي وبالانجليزي. وهلا احنا يعني عملنا في صلات مع تشيلي مع النادي الفلسطيني في تشيلي بنتامل انه نروح نعمل المعرض هناك. وبرضه في اتصالات مع في انجلترا وبلجيكا وجنيفا. ففي اتصالات مع اكثر من دوله اللي يلف العالم. المعرض فكره المعرض اصلا جديده يعني ما لهاش زمان يعني. صحيح. كم سنة أول معرض كان؟ 2017 أول معرض. يعني إحنا صار 6 مرات في خلال سنتين يعني فهذا إنجاز عظيم. ده زخم رائع جدا. نتأمل إنه المعرض هذا نحمله ونزور العالم كله فيه لإلقاء الضوء على واقع المهجرين ورواية القصة الحقيقية مش القصة اللي بيحكيها مش القصة المزيفة. القصة المزيفة القصة المهجرين تركوا بلادهم وطلعوا لحالهم. باعوا الأرض. القصة دي ليه انتشرت بهذا الـ يعني الزخم أيضا؟ ليه انتشرت كده؟ بقول لك. تفضل. يعني المشكل بأنه العصابات الصهيونية والدعاية الصهيونية اللي هي حاولت توحي بأنه أولا أنه هم جايين لأرض بدون شعب. ايوه هذا اول. ونحن شعب بلا أرض. واحنا طبعا من خلال المعرض مثلا احنا بتكتشف زي بدون ما نحكي اي كلام زي في الموضوع لانه انت بتشوف حياه الناس زي ما انت شفت الصور هلا بتشوف شعب قائم الادوات اللي كانوا يستخدموها كل الاشياء اللي في الحيه يعني الشعب كان موجود في الارض وكان يشتغل وكان يعمل. لا بس انا عايز النقطه بتاعت بيع الارض لانه دايما يتقال هذه التهمه الظالمه واللي هي مش صحيحه ابدا. بالضبط. يعني انا بقول لك لانه هي يعني هو في محاوله لتشويه الشعب الفلسطيني يعني بمعنى انه طيب يعني اذا هم باعوا ارضهم وهي بقى يعني بما معناه وهو كانه تنصل من يعني المسؤوليه لا وال خلينا نقول
الدعم للشعب الفلسطيني، الدعم اللي هو محتاجه الشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية قضية عربية، مش بس قضية عربية، قضية إنسانية. وبالتالي أنت لما بتقول، لما بتعمل أشياء بتشوه بعض ما حصل مع الفلسطينيين، فأنت هون بتساهم في ابتعاد يعني الناس. الفكر الصهيوني كان وراء هذا او هذا الخطاب. صحيح. نعم. صحيح. احنا يعني الفكره هي بيع مرغم ام لم يكن هناك بيع للاراضي؟ يعني الفلسطيني اجبر على البيع تحت تهديد السلاح وتفجير منزله؟ ما كانش في بيع. لم يكن هناك بيع اصلا. لا خليني اقول شغله. يعني مش الفكره هيك، انه في فتره من الفترات في البدايه قبل ال 48، قبل ال 48 قد ما فيش بيع لليهود نهائي. ولكن قد يكون بيع من حد لحد. يعني وهو ديانته يهوديه. لا 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 مش هيك. لا 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 امال تقصدي؟ لا لا أنا بقصد إنه قد يكون هناك بيع عادي، ما كانش أصلاً، كان التعامل أصلاً بهذيك الفترة بإنه الناس يعني بتزاوروا جيران وأحباب. يعني ما فيش عداوة. إحنا وبين اليهود ما فيش عداوة. نعم. بالضبط. يعني إحنا هنا خلينا نقول المسلمين والمسيحيين واليهود. ديانات. صحيح. وإحنا يعني إحنا لسنا ضد الدين. صحيح. احنا مش ضد الدين، احنا ضد الصهيونية. نعم. وبالتالي كان التعامل كإخاء ومحبة وتعاون وكله. يعني وكانت حتى بروايات الناس اللي تهجرت كانوا بيحكوها جاري مش عارفة ايش يعني كل. لكن المشكلة المؤامرة الصهيونية لما صارت العصابات الصهيونية والمؤامرة الصهيونية وتوالت ومن هداك التاريخ للآن، فهنا صار الموضوع مختلف. احنا يعني تعامل يعني، ولذلك صحيح. ما حصلش بيع لصهاينة ابدا، لم يحدث هذا البيع أبداً. طيب في مجموعة صور اخرى هنا، ليلى ديب الله يرحمها، هي وهي طفلة سنة 37، صورتها وهي طفلة هون. وهي قبل رحيلها رحلت بال 2014. وكانت صحفية لامعة ليلى ديب، صحفية عملت يعني مقابلات مع يعني شخصيات كبيرة في العالم العربي. كانت كله. متواجدة في سنة لا هي توفت 2014، لكن احنا عملنا معها مقابله قبل طبعا. انا فاهم. لا انا اقصد يعني هي في كانت من المهجرين. ايوه من القدس. كل اللي عملنا معهم مهجرين. يعني هي مهجره، يعني طفولتها كانت في فلسطين، في القدس. يعني الصوره الاولى اللي على اليمين اللي حامل العروسه هي ده في القدس. صحيح. القصه المحزنه ان هي ما اكتملت روايتها، توفت قبل ما تكتمل الرواية، يعني نص الرواية وإحنا عم ناخد روايتها. طبعاً شيء محزن جداً. ولكن شقيقتها يعني هي اللي أعطتنا الصور تاعتها واكتملت القصة، بمعنى إنه هي حست لما شافت صورها في عمان، هي ساكنة في عمان، أختها قالت أنا بحس إنه ليلى عايشة موجودة معنا. المهجرين أو المهاجرين الفلسطينيين الآن هل عندهم الرغبة في العودة كلهم؟ طبعاً. بس يعني اسمح لي اسمح لي بس بكلمة قلتها. انت قلت المهاجرين والمهجرين. المهجرين. أيوة. هم مهجرين وليس كلهم مهجرين. طبعا. أيوة. قسريا مش بإرادة. ما هو التهجير يعني قسري. طبعا. صحيح. ترحيل. صحيح. يعني ترحيل. صحيح. وطرد. ربما يهاجر المرأة ايضا يعني لسوء طبعاً. الظروف يعني. ممكن. هناك فلسطينيين سافروا لانه يعني بس ممكن يكون هاجر بإرادته. بإرادته. لا احنا بغصب عنا يعني. 48 كان غصب عنه. احنا بنحكي عن 48. جميل. طيب من أيضا من الحاجات المتداولة أنه اسم المعرض قول يا طير ده له مدلول فلكلوري في فلسطين. ممكن هو تعبير شعبي بيتقال، عارف يعني أنه أنت جاي، إحنا في خبر طال انتظاره. أنت منتظر خبر كده طويل. بتقول قول يا طير. يعني إيه آخر الأخبار اللي عندك؟ أيوة قول يا طير خبر. إحنا الحقيقة استخدمناه في المعرض. إحنا يعني فكرة أنه الطير ينقل الحكاية من جيل لجيل، من جيل لجيل، من مدينة لمدينة، من قرية لقرية، من صحيح. مخيم لمخيم، فيحفظ أيضا، هو أيضا يحفظ الموروث ويحفظ الهوية وينقلها. صحيح. وينقلها. بالزبط. وأيضا هذه الصورة رشيد الضلات. الله يسهل عليها ويمسيها بالخير. هي في مخيم البقعة الآن. هي مهجرة من قرية عراق المنشية. ورشيدة حدثتنا عن عراق المنشية شيء رائع، لما كان الجيش المصري والجيش السوداني بيدافعوا عن القرية مع أهل القرية.
فتحدثت شيء جميل كان جدا. كان سنة كم تقريبا؟ هاي سنة 48. 48 هي تهجروا، هم بقوا سنة كاملة يدافعوا عن القرية، فلذلك تهجروا 49. هما هي فين دلوقتي؟ هي في مخيم البقعة في الأردن. في الأردن. في الأردن. في الأردن. دي صورة، معلش يا ريت نبقي على الصورة بس لحظة. الصورة دي صورة قديمة ولا لوحة تشكيلية؟ لا هي صورة قديمة. يعني تبدو كأنها لوحة مرسومة بالزيت يعني. بس لا. هي برضو شكل كده بالصورة يعني بيدل على قديه الثقافة وقديه الوعي كان في. لا صورة قديمة. فعلا. هي اللي حكيت عنها أنا، الراوية فردوس التاجي الخير اللي من الرملة، مهجر من الرملة، واللي حواليها كلهم هي صور في ألبومها. في ناس من عائلتها وفي ناس مش من عائلتها، من اصدقائها. نعم. واللي هي اللي قلنا انه في صور مظاهرات ضد حلف بغداد من البومها. أيوه. فهي اللي أيوه. كان عند الالبوم، والالبوم بالمناسبه معروض بالمعرض، يعني بيقدر يزور المعرض يشوف الالبوم ويقتنيه. أيوه. يعني ويقتنيه. لا مفيش نسخ منه، مفيش نسخ مطبوعه. طيب الصوره ديت، الصوره دي يعني معبرة جدا. هي الله يرحمها عثمانة أسعد من لفتة، من قرية لفتة قضاء القدس. اتهجرت وبرضه توفت السنة الماضية 2017 توفت. ولكن أعطتنا روايتها. الحقيقة الصورة فيها شيء جميل اللي التقطتها يعني خلينا نقول فلسطينية مقيمة في إيرلندا، ولكن هي أبوها فلسطيني. وأمها رومانية. لما إجت كانت حاسة بالتواصل، يعني هي اللي أخذت لنا صورة بعض الصور الفوتوغرافية اللي جميلة اللي تشبه اللوحات. صحيح. اللي عندها عين التقاط فنية. جميل فنية. فراحت عندها وحست إنه بدها تتواصل مع إيدها. صحيح. يعني في نوع من التواصل. الإيدين الإيدين فيها وكأنها جدران كتب عليها كل شيء. يعني طبعا أهم رواية من الروايات المؤثرة يعني التي تم عرضها كانت إيه؟ والله في كل اللي معروض تذكر لي رواية منهم. أنا برأيي كل المعروض كل واحد له قصة الخاصة. طيب اعرض لنا قصة منهم دلوقتي. لو تتذكر قصة تحب تلخصها لنا. أنا بحب رواية ناريمان. قالت إيه يعني؟ ناريمان هي كانت فدائية فلسطينية اللي انعرضت سنة 47. نعم. انعرضت صورها وبنطلونها ونظارتها. لأن أنا بتذكر برضو الأحداث اللي كان يرويها والدي من الفلوجة. إحنا برضو من أهلي من المهجرين من الفلوجة، وكان يعني كان يقاتل مع الجيش المصري في الفلوجة، وصمدوا من لغاية 49 في الفلوجة وتدرب مع الجيش المصري. فليه بتذكرها هي؟ لأن أنا بتذكر برضو رواية والدي، فدي بتأثر علي كتير. رواية جميل. وحضرتك؟ أنا بحب الحقيقة رواية رشيدة فضلات اللي شفتها أنت اللي قلت في اللوحة. رشيدة روايتها جدا ممتعة، ويعني فيها معاناة كبيرة. لخصيها لنا. معاناة كامرأة ومعاناة كفلسطينية. لخص لنا روايتها. وأقول لك بس كمان، وفيها كمان مقاومة. يعني هو الحلو في روايتها أنا مركبة. أول إشي هلخص لك إياها بشكل هي مهجرة من عراق سويدان. نعم. العراق المنشية، سوري. العراق المنشية دي منطقة فين؟ قرية مدمرة في غزة. في غزة. تمام. هلأ هي اللي هي حكيت لك إنه كان فيها الجيش المصري والسوداني. نعم. نفس زي الفلوجة. نعم. فهي تهجرت طبعا وعانت كتير لما راحت على مخيم العروب في الخليل. تهجرت لمخيم العروب في الخليل، بعدين انتقلت لمخيم البقعة. هلأ الشيء الجميل في قصتها من طفولتها إنه هي أولا كانت تروح تحطب، تجمع حطب عشان تساعد أسرتها بأول التهجير، وبنفس الوقت تروح على المدرسة. وكانت لما المدرسة تقول لها، طبعا كان عمرها صغير 12 سنة، تقول لها المدرسة تأخرتي يا رشيدة، ما بصيرش هيك. تقول لها كنت أحطب. تقول لها ما هو يا تحطيب يا مدرسة. تقول لها لا أنا بدي أحطب وبدي أدرس. العمل جنب الدراسة بداء جميل جدا. الإصرار على الدراسة والتحدي. دي نقطة. نقطة تانية إنها عانت في حياتها الخاصة، لأنه زوجها تركها في عز ال 67، في عز الهزيمة 67 بالفترة دي. حصل منه إيه؟ حصل إنه تركها. تركها وتجوز عليها، تجوز واحدة تانية. فهي عانت معاناتها كامرأة، إنه امرأة يعني معاناتها كامرأة مع التحطيب والدراسة. ده بعد يعني ده لما كبرت. كل طبعًا. صحيح. بس بعد كده الجميل في قصتها كمان إنه هي أصرت على إنها يعني تعمل تعتمد على نفسها. وربت أولادها كلهم. وبعد هيك في مخيم البقعة هي عندها عملت دكانة صغيرة وعملت شيء إلها خاص، بحيث إنه صار يجيها دخل.
وبطلت تعتمد على زوجها اللي تركها يعني وطلقها ويعني وعملت لنفسها حياة كاملة، وحكت عن مقاومة، يعني قاومت، خلينا نقول مقاومة الظروف الصعبة، قاومت ظروف التهجير، قاومت الحياة البائسة اللي عاشت فيها في المخيم، بنفس الوقت ربت أولادها أحسن تربية، وهلأ هي بتعيش في مخيم البقعة سيدة مستقلة إلها داخلها وقادرة، وربت أولادها تربية عظيمة. معنا بعض الصور الأخرى اللي حكيت لك عنها ليلى ديب الصحفية. هاي صورة على فكرة بدي أقول لك عليها، إحنا لما عرضناها في دارة الفنون في عمان كان في زائر ألماني كان يوقف عند هاي الصورة اللي هي صورة العائلة. ليلى ديب هي تحت اللي حاطة على راسها شبرة وأختها جنبها، وهي أبوها وأمها وعيلتها. فالصورة كتير صورة جميلة في القدس، طبعا هاي في القدس. فكان هو يعني يسألني كل شوي، يعني أنت متأكدة إنه هاي صورة فلسطينية لناس فلسطينيين؟ هاي ممكن تكون صورة في ألمانيا، في صحيح. أوروبا، في أي مكان في العالم. صحيح. فهو يعني زي يعني ما فيش إحساس بأنه الناس كانت فيها يعني عايشة بطريقة متطورة وحضارية وحضارية. صحيح. يعني كانت صورة معبرة جدا. هاي صور من تشيلي، من الفلسطينيين اللي تهجروا لتشيلي. هون صورتهم وقت الزفاف وهم بعدين لما حكولنا حكايتهم بعدين. صحيح. صحيح. يعني بتشوف يعني احنا بنحب نحط صور الصور في الشباب وصور في الان في الكهوله، خلينا نقول، او انا بسميها مرحله الحكمه. بحبش اقول الكبار في السن، بقول صحيح. مرحله الحكماء. صحيح. هدول الناس هم يعني ازهارنا الثمينه، الرواه. يعني سؤال مهم برضو هو يعني في ظل يعني المناخ بتاع القضيه الفلسطينيه وفكره التفاوض السلمي وغيرها، يعني إلى أي مدى يمكن أن يساعد هذا الجهد في يعني في تحريك شيء من أجل القضية الفلسطينية، حيث أن النضال ربما تراجع وتقدم مكانه مفهوم المفاوضات؟ هو الحقيقة بالمرحلة الحالية برضو تراجعت المفاوضات، يعني بمعنى إنه هي في إحنا في طريق الآن يعني صعب. إحنا في مرحلة صعبة جدا، لأنه المفاوضات أصبحت يعني أثبتت عقمها، وأيضا اللي يعني ما فيش أي طريق بين الآن حاليا إنه الناس حاسين ما فيش الناس حاسين إنه هذا هو الطريق الصح. فإحنا النقطة وين؟ إنه قديش مهم أن نحافظ على صمود الناس، نحافظ على الأمل، نحافظ على بقاء الذاكرة طازجة في عقولهم وفي قلبهم. ليه؟ لأنه يعني هذا بيعطي، قديش بيحرك القضية، بيحركها باتجاه إنه هاي قضية عادلة، قضية أرض وشعب، قضية جميل. عدالة، الإبقاء على هذه الشعلة متقدة وعلى هذه الغمرة متوحدة. بالزبط. مجموعة أخرى من الصور الله مسيها بالخير، سمية التاجي تهجرت من الرملة. هاي صورها وصور عائلتها، احنا قبلناها اللي باليمين هي صورتها حاليا. انسانة رائعة بكل معنى الكلمة، يعني مثقفة برضو، اصرت على التعليم. لما كان ابوها يطلعها من المدرسة علشان انه بدها تخطب تتزوج، فهي أصرت على أنه تكمل تعليم، وكملت تعليم وكملت في حياتها بطريقة مستقلة جميلة جدا. هيام وفا في طفولتها في يافا، وهون هيام وفا وهي بتحكي لنا روايتها في يافا. نعم. يعني برضو مش هينفع، طالما حضرتك أديبة وشاعرة، فيعني إذا كان هناك بعض من الشعر المتعلق بفلسطين المتعلق بفلسطين، فهي فرصة يعني إذا تتذكري بعض الأبيات. يعني أنا الحقيقة بهذا السياق اللي بنحكي عليه بقول إنه قديش قوة الحكاية وسحر الحكاية. فأنا بقول أقص حكاياتي، ألوي عنق الزمن، أعصر ماضية، أكون أدخل التاريخ جميلة بهية، أفرش ردائي، يتفجر النبع، يهمي الشلال. الله، لا كملي. في تاني؟ طيب. يعني في كتير بس. إلى أن نتذكر إلا الأوجه الأخرى للمعرض اللي قدمت.
غير الصور الفوتوغرافية. بالضبط، غير الصور يعني. احنا بنشتغل على الموضوع، وانا كنت احكي مع الدكتورة ان احنا ممكن نستخدم اساليب حديثة في 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 العرض، فيعني مش هنكتفي بس بالفيديو والصور والاشياء هاي، فممكن الفيديو كان في بعض من هذه الحكايات، مش كده؟ صحيح. نعم. الفيديو كان طبعا في بعض كل الروايات من الحكايات، وكمان عرض فيلم وثائقي كمان، عرضته فيلم وثائقي كمان، عرض فيلم وثائقي كمان كان بيتحدث برضو عن الروايات وعن الأحداث اللي صارت. فإحنا يعني شغالين على تطوير العرض بطرق. فيلم اسمه ذاكرة حية. ذاكرة حية. ده تعرض اليوم في العرض اليوم في قصر الأمير طاز. بالضبط. وأنا بحب أقول إنه العرض الفيلم كان بسياق ندوة. ندوة انعملت اسمها فلسطين في الذاكرة، واللي هي المعرض كان مصاحب للندوة، الندوة اللي نظمها لجنة العمارة في المجلس الأعلى للثقافة مع صندوق التنمية الثقافية. وهون احنا بنحب نشكر الدكتورة دليلة والدكتورة شيماء والدكتورة عالية والأستاذ المهندس سميح الحمدي، دكتور المهندس حمدي. وأيضا يعني الحقيقة كمان ساهمت سفارة فلسطين في تسهيل الأمور لنا، يعني عملوا مجهود رائع، يعني بوجود السفير دياب اللوح ما قدرش يجي اليوم بس بكره رح يكون معانا، ناجي الناجي المسؤول الثقافي في السفارة، الأستاذة لينا جراح اللي هي كانت بتتابع كل شباب السفارة، أستاذة دليلة الكرداني، دكتورة دليلة الكرداني. الحقيقة ما كانتش معانا لأنه اليوم عندها في بيروت، ولكن الدكتورة شيماء اعتذرت عنها وقالت كلمات جميلة جدا عن دكتورة شيماء عاشور. أيوة بالضبط، دكتورة شيماء عاشور والدكتورة عليا عكاشة والمهندس حمدي سطوحي. فيعني بقصد أنه كانت الفعالية جاءت والفيلم الفيلم احنا حكينا عن الفيلم عرض مع التقديم المداخلة اللي أنا قدمتها بعد المداخلة اللي قدمتها حول الرواية الشفهية. إيه المعرض القادم؟ هل هيكون من تنظيمك أيضا مهندس عبد الحميد رمضان؟ بالمناسبة أنا حبيت القصة والرواية يعني، وأنا يعني حاب أستمر في الموضوع يعني، وإن شاء الله قريبا بتوقع أنه راح نتوجه، راح يكون في عنا دعوة في الخليج لدبي. بس أنت مهندس المجال ده بقى يعني إيه اللي قربك منه؟ لا دي قصة كبيرة، دي قصة أخرى. أنا بصراحة مهتم بالمتاحف. بالمتاحف؟ نعم، أنا كنت الإمبليمنتيشن أو المتحف محمود درويش، أنا اللي نفذته. أنت المؤسس تعتبر؟ نعم. مش المنفذ، لا المؤسس مش المنفذ منفذ وليس المؤسس. لا بس ما هو بيصير الموضوع ده بيصير على عدة مراحل، بلش بالكونسبت أو بالفكرة نفسها. المتحف ده تم إقامته بالفعل؟ طبعا بقاله كم سنة؟ يعني تقريبا 6 سنين أو 7 سنين. رائع. بس رائع. من 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 ابرز المعالم بفلسطين، وبرضه كمان في متحف قصر هشام، وحاليا بنشتغل على عده متاحف اخرى يعني. صحيح. فاهتمامي انا يعني اكثر بهذا الاتجاه. تمام. هو اهتمام، معلش اقول شغله سريعا سريعا قوي، لانه احنا اول معرض نظمناه بنحب نذكر كمان القيم المعرض اللي بدانا الفكره مع اللي هو الفنان التشكيلي خالد حوراني، يعني بنشكره من هون من عندكم، اللي هو صحيح. قيم المعرض في الأردن وفي فلسطين في متحف محمود درويش. تمام. وإحنا نتعامل مع يعني إنسان برضو قيم اللي هو عبد الحميد رمضان بعد هيك، فبقصد إنه إحنا يعني نشكر جهد جماعي. جماعي. صحيح. وإحنا كمان بنشكر الدكتورة فيحاء عبد الهادي اللي قدمت لنا نماذج من الحكايات التي توثق للهوية الفلسطينية. صحيح. وهي قدمت من قبل نماذج المرأة البطل في الرواية الفلسطينية، وهذا هو وعد الغد، كما هي نشرت أيضا وعد الغد كان دراسة في أدب غسان كنفاني. وبشكر طبعا القيم على هذا المعرض وهذا الجهد الكبير، الأستاذ عبد الحميد رمضان من فلسطين. الحقيقة فلسطين في الذاكرة، وفلسطين في القلب، وفلسطين في الوعي، وفلسطين هي هذا الطائر الذي سيحكي الحكايات وسيحصل على الحرية وعلى الاستقلال وعلى حقه في الحياة. وهذا أمر تاريخي حتمي
حتى وإن طال الزمن. واجبنا أن نحافظ على هذه الشعلة متقدة، وهذا ما يفعله مركز الرواة للدراسات وما فعله اليوم في قصر الأمير طاز باحتضان ثقافي مصري. نتمنى أن يستمر هذا الاحتضان وهذه العلاقة الطبيعية والمصيرية ما بين الشعبين المصري والفلسطيني. بشكر الدكتورة فيحاء عبد الهادي، بشكر القيم على المعرض الأستاذ عبد الحميد رمضان، بشكر لحضراتكم. بعد الفاصل زميلي العزيز محمد عامر وفقرة جديدة من حدوتة مصرية.